الاحترام رح تبدا تشكل مجموعات عشان يتعلم كيف تستعمل شكل مجموعات تعلم. طبعا هنا في تشكيل مجموعات تعلم في شيء خاص بكم، انا ابغى اتحدث عن شيء لكم انتم خاص، ولكن اتكلم عن تشكيل مجموعات تعلم كيف يتم تشكيل مجموعات. الحقيقه احنا في موضوع تشكيل مجموعات تعلم ولا شكل مجموعه هدفنا الان ان احنا نسوي تمارين، عندي مجموعه تمارين بتكلم عن الفرق بين التعلم والتعليم، فرق بين التعليم الكبار والتعليم الصغار، اريد ان احنا في نفس الوقت نمارس عمليتين، عمليه ان احنا جالسين نتدرب وعمليه اخرى احنا جالسين نتامل في كيف المجموعات تشكلت وكيف المجموعات بدات تشتغل، يعني نبغى نسوي عمليتين سوا في نفس اللحظه، عمليه ان احنا نكون طلاب وفي نفس الوقت عمليه ان احنا نكون معلمين وناقدين. زين؟ فابغاكم تتعلمون معي كيف انا شكلت المجموعات ولماذا شكلت المجموعات وكيف طريقه في عمليه تشكيل مجموعات، ثم بعد ذلك ايضا في نفس اللحظه جالسين نمارس احنا جالسين نتعلم ونشوف نفس العمل. اول شيء عندنا قواعد تشكيل مجموعات. ما هو الهدف الاساسي من تشكيل مجموعات؟ ايش هدف اساسي عشان نشكل مجموعه؟ تفضل. تبادل الخبرات بين المفيدين. تشمل المجموعه كافه المستويات، يعني فيها واحد ضعيف وفي واحد متفوق، أيوة. في واحد بحيث يبقى في مستوى طالب. رائع. اهم حاجه في المجموعه تحديد المهام. تحديد المهام، تفضل. تنظيم العمل. تنظيم العمل يا اسطى ما شاء الله عليك، تفضل. حساب التعليمي روح التعاون. حساب التعليمي روح التعاون، رائع جدا، الكلام جدا رائع. طيب يا اخوتي الكرام، كل ما رتبتوه صحيح، كل ما رتبتوه رائع، بس انا برتبه. عندنا بالنسبه لمجموعات التعلم، مجموعات التعلم، في عندنا مفاهيم، في عندنا قواعد يجب ان تعرفها انت كمعلم، لما تبغى تشكل مجموعات، اهم شيء السؤال الاول، لماذا يشكل المجموعات؟ هذا السؤال هو اهم سؤال، بعض الاخوه فيهم لازم في كل درس اشكل مجموعات، ليش؟ عشان اسوي تعلم نشر، يا اخي جعلنا ما سوينا مجموعات. اذا احنا ما عرفنا صلب العمل وعرفنا الهدف الاساسي منه لن يحصل فائده للمجموعه اصلا، تصبح المجموعه مجرد فوضى. ايش الهدف الاساسي من تشكيل المجموعات؟ قال لك عندك خمسه اشياء هي الهدف الاساسي من تشكيل المجموعات. من تشكيل المجموعات عندنا خمسه اشياء هي الاساسيه. اخطر واحد انا برتبها الان من فوق لتحت حسب الاخطر. اول واحد اخطر واحد رقم واحد احداث التجانس. هذا اخطر شيء، احداث التجانس بين فريق. يعني الطلاب نفسهم طلاب الصف يبدا يحصل بينهم من تجانس بين الطلاب بحيث الان الفجوات تذكروا هذه الفجوات الموجوده فجوات اللي كانت موجوده هنا هذه الفجوات تبدا تخف، ليش تخف؟ انه بعض الطلاب سيبدا يدفوا بعض كل واحد بيساعد من زميله فاول هدف عندنا والهدف الاساسي هو احداث التجانس. طيب ايش العدو حق التجانس؟ العدو حق التجانس وجود طبقيات ما بين الافراد. يعني مثلا انت لازم تكون حساس تعرف الناس دول اللي عندك في الصف ايش اللي محركهم؟ لو عندك ثلاثه من اولاد العام وعندك قبليه موجوده بينهم وفي طبقيات موجوده بين الطلاب، مع ذلك لما تروح بصير مجموعات ايش بيحصل؟ تبدا الان التصريحات وتبدا الان كلمات النعم الطبقيه وكلمات القبليه، تبدا الان عندنا تصرفات طالب اسود ابيض طالب اسود ابيض، لذلك انا اهم شيء عندي عمليه من التجانس، من يتجانسون، ولذلك سؤال هل انا باجي بعض الاخوه ايش فهم؟ لازم نخلطهم لازم اغيرهم واخلطهم، لا مو لازم انت اول مره اول حصه بتخلي الطلاب حسب الاماكن حقهم، يعني جالسين على شكل جغرافي، ذولا يا جماعه تجمعوا سوا ما هي مشكله عندي. الحصه الثانيه انا ببدا افهم هذا الموضوع، ابدا اربط من الناس اللي لازم اغيرهم، لازم افرقعهم، من هم؟ ابدا اشكل هل اخليهم يتفرقعون ولا ما يتفرقعون؟ سبب انا عندي هدف اساسي، ابغى الطالب الضعيف يحتك مع الطالب القوي. ابغاه يحس انه لازم يدافع عن نفسه. ابغاه يجرب انه يقول وجهه نظره، ابغاه يتحدث، ولذلك انا يهمني الان اني اجعله يتجانس، بس متى اتدخل؟ انا اتدخل في حاله واحده، اذا وجدت ان هذا الطالب سيحبط. يعني حد من زمايله سيحبط، ودخل طالب ضعيف حطيته مع مجموعه ما شاء الله كلهم شعله. فسيحبط، فهم اسحبه واحطه مع طلاب من؟ يعني زيه، طب لو سحبت وحده ايش بيطلع عنده؟ انه هو ضعيف عقده صح؟ فاضطر اني اعيد تشكيل مجموعات كلها تخيل عشان طالب واحد. بس عشان هذا الطالب لا يقع في هذا المطب، حتى لا يشعر بالاحراج، فبالتالي ابغى اسوي تجانس بحيث يطلع مع الطلاب في نفس متوسطه، ما احط مجموعه كلهم متميزين ومجموعات ضعيفه عشان يجي واحد منهم يضعف، هذا سبب، قد يكون لا مش زي كذا. ال 12 بعت لك رساله 12 15 يقول لك ما في تدريب يعني عشان نسى يعرف. طيب ان شاء الله. طيب حضرتك نقطه ونذكر نرجع ثاني الدرس ما عرفت في اصول الفقهيه. يعني اصحاب الفئتين في الفصل.
من الخمس فصول بيسحبوا الخميس يحطوا سوا؟ مين اللي فكر في كده؟ موجود موجود في بعض البلاد بتعمل فصول متفوقين بس العالم زي ما بتقول في صعوبتين في التعلم، في بطيء التعلم جدا وفي اللي هو السابق تركيا العالم كله ضد الاتحاد تشرح الجوده، شوفوا تشرح الجوده وتتكلم عن الجوده صغيره شوفوا هي نفسها. احنا يجب ان نعوض بالنشاط مش نعوض بالنقل الطالب. لازم الطالب يحس بنفس البيئه، بس في انشطه ممكن ماذا افعل؟ ابدا اسوي برامج موهوبين خاصه بهم، بس بالنشاط مش في النشاط لا صفي، لكن مش في الحصه. الحصه لازم الطالب عندنا ياخذ نفس الجرعه مثل ما مثل زملائه، ولازم هو اذا كان ذكي اكثر ايضا بالتعلم النشط خليه يكتسب مهارات اكثر. لكن لا يجعله بعيد، ليش؟ لأنه سيصطدم لما يطلع برا، يتوقع أن الحياة اللي عنده هي الأفضل، يتوقع أنه الآن ذكي دائما يطلع برا يكتشف الحياة والخير، الذكاء حقه كان ذكاء مدرسي مش ذكاء حقيقي، زين؟ ولذلك الطالب المتأخر أو الطالب المتقدم لازم نرجعه المتوسط، نرجعه دائما المتوسط. السبب الثاني عندنا في تكوين مجموعات، عندنا سبب أساسي، إيش هو؟ السبب الأساسي عندنا في تكوين مجموعات اكتشاف القدرات. دحين احنا طلاب هم ساكتين ما احنا عارفين من هم ما عارفين ايش قدراتهم ساكتين حلوين وبس خلاص واذا ناقشوا ناقشوك وحده فانت الان تحتاج انك تحطهم في مجموعات عشان يبداوا يطلعوا مواهبهم يطلع قدرات وهذا يتكلم هذا يرسم هذا يبدع ابداعات هذا منعزل ما يتعامل مع زملائه فابدا انا اتعرف على سلوكيات كل طالب واقول هذا الطالب ليش كذا؟ ليش هذا الطالب منعزل؟ ليش هذا الطالب يتحدث بقدره؟ ليش هذا الطالب شخصيه قياديه يقود زملائه؟ تلاحظ ان بعض الطلاب يقود المجموعه كلها يتفاعل معهم ابدا اكتشف انا القدرات الموجوده عند كل طالب فهذا سبب اساسي عندنا في تكوين المجموعات. السبب الثالث رقم ثلاثه عندنا تحميل المسؤوليه. اشعر كل طالب انه عنده من؟ مسؤولين، هو مسؤول عن شيء، يعني احنا الان عندنا مشكله عندنا في الصف عليك واحد. هذا العيب الواحد معناه خلاص اخذ المساله كلها صح؟ لكن لما يكون عندي مجموعات ما عندي رئيس مجموعه وعندي رئيس فريق وعندي الان واحد عضو فريق، بالتالي ساعطي كل طالب اعطي اهميته داخل الصف، اهميه الدور. نقطه اخرى مهمه جدا عندنا في تكوين مجموعات رقم اربعه امر مهم جدا عندي اللي هو عمليه الان اكتشاف الاخطاء. انا شرحت وجيت انا ابغى اطبقه، بالتالي ايش بيحصل؟ تطلع عندي مين اللي فهم ومين اللي ما فهمش، فالمجموعات تكشف لي مين اللي عرف المعلومه خطا، لذلك لما يكون في التمارين بكتشف الاخطاء، انا افرح بالاخطاء اكثر ما افرح بالصح. المفروض لما اشوف خطا اقول الحمد لله انك شفته هنا ولا اكتشف برا. نقطة خامسة عندي مهمة جدا في المجموعات، أمر مهم جدا عندي حسب المهارات الحياتية. المهارات الحياتية أنا جالس أعلمهم في المجموعات إدارة الوقت، جالس اعلمهم فن الاتصال وفن الحوار وفن العرض انه يطلع يعرض قدام زملائه، هذه كلها مهارات اساسيه، ما كان يتعلمها الطالب وهو جالس صامت. اخر نقطه وهي مهمه جدا بالنسبه لي رقم سته، انه في المجموعات سيظهر معايا الشيء التالي، سيظهر معايا السلوكيات الخاطئه. السلوكيات النزعات، التعليقات بين الطلاب، ستظهر عندي هذه السلوكيات الخاطئه، تطلع سلوكيات الخطا تظهر واستطيع اني اعالجها بسرعه وانا موجود داخل الصف. اذا هذا كله يفترض مني اني احول المجموعه الى بيئه تشبيهيه، ما اتعامل مع الموضوع بس اني كونت مجموعات خلاص، انا اتعامل ان هدفي الاساسي الادماج، هدفي الاساسي الادماج. طيب على هذا الاساس يلا خلينا نشوف كيف تتكون المجموعات. جاء واحد اسمه كارلت ايرفن. كارلت ايرفن يعتبر ابو علم ما يسمى ديناميكيه المجموعات، او يعتبر ابو علم اداره التغيير، او يعتبر ابو علم ما يسمى فرق العمل. اسمه كارلت ايرفن، هذا رجل اداره اسمه كارلت ايرفن. كارلت ايرفن سوى لنا شيء مهم جدا اسمه ديناميات المجموعات. يعني المجموعات لما تشتغل كيف تشتغل؟ كيف دور الحياه الطبيعيه للمجموعه؟ انت الان جيت للطلاب قلت يلا شباب تكونوا على شكل مجموعات، سبتون الطلاب يتكونوا على شكل مجموعات، راح تلاحظ في عندنا دوره طبيعيه ستحصل للطلاب في كل مجموعه دائما تتكرر، دائما سيحصل معك الامر. حتى لو كان امبارح سووا مجموعه واليوم سووا مجموعه، حتى لو البارح واليوم تلقى الموضوع جالس يتكرر نفس الشيء، بس السرعه
فترة كل فترة تختلف عن من عن الأخرى. إيش الفترات اللي يحصل معنا؟ أول مرحلة أنا سميها دورة حياة مجموعة، سميها دورة حياة المجموعة. في دورة حياة المجموعة سيمر المراحل. أول مرحلة سيمر الطلاب بمرحلة اسمها مرحلة التكوين. هذه أول مرحلة. قلنا يلا شباب تكونوا عشرة مجموعات، بصير تكونوا عشرة مجموعات. تستغرب شيء غريب، هم زملاء في نفس الصف ويعرفون بعض، بس لأنهم تكونوا من جديد، فالآن كل واحد يبغى يبحث عن دور. طبعاً أنا الآن أرجو أن تلاحظ إن زي ما أنتم الآن كبار، أنتم الآن كبار ودول زملاء كلهم في الصف في المدرسة ولا، لكن تلاحظ إن في عندك خطوط حمراء أنت تعرفها في العلاقة ما بينكم، هل كذلك؟ هذه الخطوط الحمراء تعرفها، نفس الشيء الطلاب كلهم يعتبرون زملاء بينهم خطوط حمراء، الآن يجلسون على طاولة واحدة. وبالتالي هم يعرفون نفوسهم، فلان شاطر، فلان شويه، فلان كذا. سيدخلون مرحله التكوين. هذه مرحله كيف يسوون فيها؟ ممكن تتذكر اول يوم للدوام في المدرسه، اول يوم لك دوام في العمل، انت الان كموظف اول يوم جيت تبغى تاخذ الدباسه، ايش تقول لزميلك؟ لو سمحت تكرمت ممكن الدباسه لو سمحت. هذا اول يوم. طيب بعد ثلاث شهور بعد ثلاث شهور دباسه بعد سنه الطلاب في اول لحظه بتلاحظ شيء غريب، سيبدون فوضى، سيبدون فوضى، ثم يجلسون في مجموعات، بس في شيء جديد اللي يحصل عندهم داخل في المجموعه انهم سيكونون جدا ودودين مع بعض. ايش يقولوا؟ مين منكم يبغى يكون رئيس؟ يا انا ابغى اكون رئيس مره. زين؟ فالان هم كل واحد منهم يعيد اكتشاف الاخر، اللي يحصل عندهم هنا اعاده اكتشاف. جالسين الان يرتبون انفسهم، يرتبون الادوار عليهم، يحاولون كل واحد منهم يتعرف على المستوى الحقيقي للاخر، متشوقين جدا للمجموعه، لكن لا تتوقع منهم اداء، ما في اداء، ما راح يسووا شيء، يبغى لهم دقيقتين ثلاث دقائق حتى ماذا يفعلون؟ يرتبون انفسهم. فالان ايش بيختارون؟ بيختارون من الرئيس، بيختارون من المساعد الرئيس، بيحطون ايش الادوار الموجوده، مين اللي راح يكتب على الورقه؟ لان فيش عندنا الورقه واحده، مين اللي بيمسك القلم؟ مين اللي بيعلق على الاوراق؟ فالان في المرحله دي ليست مرحله عمل، ليست مرحله انتاج. هي مرحلة توزيع أدوار. المشكلة فين؟ أنت الحصة عندك 45 دقيقة، يعني أنت لو طورت هذا الموضوع ممكن ياخذ لك الحصة كلها، ولكن تحتاج ماذا تفعل؟ لأنك بسرعة تسلل الحمل، بسرعة تسلل الموضوع. بعد شوية يتحول الطلاب لمرحلة أخطر مرحلة عندنا في حياة المجموعة، مرحلة اسمها مرحلة العصف. إيش هي العصف؟ وجهات نظر متعارضة. واحد من الطلاب قال أنا بكتب، لا أنا اللي أكتب، أنا اللي أكتب، يبدأون يتخاصمون. هذا طبيعي، هذه مرحلة أساسية بيمرون بها. حتى الآن أيضا ترى ما جالسين يعملون التمرين ولا جالسين يسوون التمرين، حتى الآن نزاعاتهم بناء على من؟ على أفكار، تحديات بينهم وبين. طبيعي يتحدون بعض. مين هنا اللي يحصل عندنا المشكلة الكبرى؟ أن القوي واللي عنده شخصية قيادية حتى لو كان وجهة نظره خطأ هذا سيفعل؟ سيفعل. وهنا دورك أنك أنت تراقب بحكمة ومن أي مرحلة؟ يعني أنا ما تطيقش الطلاب اللي في المجموعة، لو هم اختاروا كل في البداية أنا أول مرحلة أول مرة خليهم هم يختاروا أول مرحلة. بعدين إذا شفت أن الموضوع لم يكن في تجانس سأعيد التشكيل. أنت أكثر من طريقة لعادة التشكيل، بس أول مرحلة خليهم يعيشوا حياة طبيعية، خليهم هم يشكلوا أنفسهم. في بعض الأخوة ايش بيقول؟ لا أنا بشكلهم. أقول له يا حبيبي ترى في عندنا جماعة، أقول لكم شيء، أنا اللي بقوله أجر على الله. أنا اشتغلت في الوزارة تصوير، زيت التصوير، أنت بس أتصل الكلام. إيش أنا اشتغلت في الوزارة، تمام؟ اشتغلت في الوزارة، في الوزارة عندنا كان لجنة اسمها لجنة التعلم المشي. جو قالوا هذا مش في الوزارة، كانوا يبغوا يسووا استراتيجية وطنية في المملكة العربية السعودية للتعلم النشأ. دخلنا المجموعة 12 واحد، اختارت الوزارة 12 واحد عشان يحط حاجة اسمها دليل التعلم النشأ. المشكلة فين؟ أنا انفجعت لما دخلت. انا يوميا هذا الشيء امارسه في التدريب يوميا، لو دخلت عندي الموقع ليس امدح نفسي بس هذا طبيعه عملي، يوميا ادرب داخل السعوديه وخارج السعوديه، وبدون تعلم نشط ما اقدر امارسه. فبالتالي انا يوميا يا اما ادرب تدريب يوما ما اقول انا ملقي، يوما ما طبيعه الدوره اني ماذا اقول؟ قلت تعلم نشط على حسب طبيعه الدوره. ما انا عندي دوره كانت في المدينه الاسبوع الماضي، كان عندي دوره في المدينه في جامعه الطيبه من الدقيقه الاولى، تخيل من الساعه 8 الى الساعه 2 وانا اشرح بدون توقف، ما في ولا تمرين. طيب ليش؟ طبيعه المدربين، انا جيت ادرب دكاتره، لو قلت لهم تمرين فانا بروح بلعبهم. خلاص؟ لا انا شقفت بلعب الان، رحت سافرت من عندهم، رحت على الشرقيه، جيت في دوره اخرى انا من الدقيقه من الساعه 8 للساعه 2 كلها تمارين. ادخل انا عندي على تويتر شوف صوره الدوره، تلقى واحده منها كلها تمارين، واحده منها عكسها كلها شرح. طيب ايش السبب؟ طبيعه الدوره، طبيعه الماده، طبيعه البيئه، طبيعه المكان، طبيعه المتعلم. هذه صح، هذه صح. مين اللي يحكمني؟ يحكمني انا
ظروف معينه، ظروف الماده العلميه، طبيعه المدربين. لكن لما دخلت هذا الاجتماع جيت لقيت ان بعض الاخوه متوقع التعلم النشط شو ان احنا خلصنا من المرحله التقليديه وداخلين على شيء جديد، ولازم كل الطلاب الان يكون عندهم بنائيه. يا حبيبي انت ليش عندك عقده من السلوكيه اصلا؟ عندك عقده من السلوكيه بمشكلتك. انا السلوكيه بالنسبه لي اعتبرها مدرسه جيده، والبنائيه اعتبرها مدرسه جيده، والمعرفيه اعتبرها مدرسه جيده، لان كلها وسائلي مش لازم اتخندق في وحده. انا التقي الافضل بالنسبه للطالب، الصح اني اختار الافضل. الا ان المشكله من الاخوه الحقيقي ان كثير من الاخوه المشرفين اصلا لم يمارسوا التعلم النشط. هو بدا بس تعلم النشط، هو في تاريخه ما كانش في حاجه تعلم النشط، هو جاي يصطدم معاه مشرف، فهو يجي مشرف ايش يقول له؟ لازم تسوي تعلم النشط. خلوا الطلاب ايش يسووا؟ يعملون. المشكله هو جرب، لو جرب كان عرف ان في اخطاء، ما في حاجه اسمها اخطاء منطق السخيفه، ما تجي. كيف درس الطلاب؟ كيف درسوا مثلا على دول الخليج وما يعرفوا حدودها ولا يعرفوا اين هي الدوله اصلا؟ فبالتالي ما يمكن، لازم اول شيء اعطي من الاساسيات، اسس بعدين روح فهم تعلم النشر. هذا كله ناتج عن عدم الممارسه الحقيقيه الموجوده. لما تمارس تبدا تتعلم. ادخل لكم شيء بس كده طرفه ليس له علاقه بهذا الموضوع. اول ما جيت للرياض جيت على السابق تمام؟ فما اعرف اطبخ. ما اعرف اطبخ عشان بس اشوف الممارسه، دور الممارسه، ما اعرف اطبخ. فاتصلت بالوالد قلت لها امي انا ابغى اسوي كبسه. اشتهيت الكبسه، كل مره اروح المطعم اشتري كبسه، قالت امي طيب اطبخ. قلت طب انا خلاص بطبخ، فاعطتني امي مقادير. كلمتني عن مقادير، كنت معها فورا وقررت اني اطبخ. وكلمت الزوجه عندي ما قصرت ايضا، ارسلت لي برضه مقادير اخرى. صار عندي نوعين، وجيت ابغى اطبخ. ورحت اشتريت فعلا الادوات كلها، جبت دجاج، جبت رز، جبت طماطم، زوجتي قالت لي حط معاه كوسه وجزر، جبت رز وجزر، كل شيء جبت الاشياء دي. خلاص؟ وبدات اطبخ. خلصت من المدرسه، كنت ذكرت انا مدرس، خلصت من المدرسه ورجعت. والله يا جماعه انا ابغى اتغدى، انا قررت اطبخ للغداء. الاساس اني انا الان ابغى غدا. بدات اطبخ الساعه 3، بدات في الطبخ. الساعه 11 بالليل انا خلصت الطبخ. خير؟ شكرا. اي والله. تغديت غدا الساعه 11:30 ونمت. من كثر التعب نمت عند القدر، عند القدر نمت. اي والله. نمت جنب القدر، ومش بس كذا. احتجت يومين اجيب واحد ينظف الشقه، يومين. اي والله، يومين ينظف عندي. ليش؟ الصلصه في السقف، الطماطم في الارض، البصل بشتغل كل محل، والله طششت كل محل. فبعدها اكتشفت انه يا جماعه ترى التنظير غير عن من؟ عن الممارسه. الممارسه اللي تعلمها مره مرتين ثلاث تعلمت. لذا كثير من الاخوه المشرفين وكثير من القيادات تكلموا عن الشطر مجرد وقت. انا اقول لكم الشيء الثاني، انت ملك الحس. صح ان السياق سيحكمك، الموقف سيحكمك، انت وظروفك، انت وظروفك. يعني انت الان دخلت الحصه المفروض حسب الظروف انت تكون موجود. احنا المفروض نعطيك تعليمات ونتفق على استمرار، اسمه استمرار التقييم، بناء على من؟ على بنود معينه. اذا دخلنا ذاك الحصه دورك انك تقول لي، انت تقول لي ليش ما مارست هذا الموضوع؟ ليش؟ ايش المبررات والدوافع اللي خلتك تمارسه؟ فبالتالي المفروض ان عندنا نوع من المرونه. فكذا سادخل بحث مرحله العصف، العصف ايش فيها؟ يدخلون الطلاب في حاله تحدي البعض، ثم بعدين فجاه سيحصل هذا. مرحله العصف المجموعات مش كلها ياخذوا نفس الوقت. يعني في مجموعه هنا يطوروا في مرحله من؟ العصف. المجموعه اللي هنا بسرعه بدهم يخلصوا مرحله العصف واتفقوا ودخلوا في الموضوع. هذه المجموعه انا ما اتفقوا دول اصبحوا حلقوا الاوراق. يعني راح تلاحظ انت سرعات المجموعات مالها مختلفه. ولذلك بسرعه سيحصل عندنا شيء اسمه المعايره. ايش هي المعايره؟ ان المجموعه ستبدا تعاير نفسها مع مجموعات اخرى. هل احنا خلصنا ولا ما خلصنا؟ فيبدأوا المجموعات، واحد منهم يقول اسمه يقول شوفوا علموا احنا معلمنا حتى الان. فيبدأون العمل، ابدا الان في هذه اللحظه العمل الحقيقي، يلا بسرعه نخلص. ثم بعدين يتجهون المجموعه الى حاجه اسمها الاداء. الاداء اللي يؤدون الاداء بشكل صحيح، ثم تجي المرحله لتكوين مجموعه جديده. طيب هنا السؤال، هل الاداء دائما سيكون صحيح؟ لا. حتى انا في نهايه التدريب خطا، انا مره كنت في دمشق ادرب دوره تدريبيه وكان معي احد الاخوه المساعدين، مريت عند احد المجموعات كان عندي تمرين اتكلم عن عظمه السمكه، يعني تمرين في علم الاداره، احد الاستراتيجيات، فجيت عندهم مشغلين عليه، شفتهم مشغلين خطا، انا شايفهم خطا، فقالوا لي ها كيف بدون كملوا، تركته ومشيت. جاني زميل بحكي قال لي ترى مشغلين خطا، قلت له عادي خطا عادي خلي اشتغلوا، مش عندنا وقت، مش احنا حاطين تمرين الوقت، خلي يغلطون. لو انغلطوا وطلعوا وقدموا عرضهم غلط والمجموعات صححت لهم لن ينسون ابدا.
لو انا صححت لهم لن يتعلموا. اصلا هم جايين عشان يغلطون عشان اصحح لهم، فخلوا يغلطون عادي. الان هم داخل الصف مش لازم يا جماعه تحلوا حل نموذجي، ما هو صحيح. فزميلي هذا قال خطا والله ادري والله ادري يا اخي، والله ادري سمعوني نفسك، والله ادري انه خطا، والله ادري. المشكله عندنا بعض الاخوه نمط الاول نمط ايش هو؟ نمط انه يجب ان الطالب لا يخطئ ما زال عايش عندنا موجود. الاصل عندي انه انا ساترك للطالب فرصه ان ماذا يفعل؟ ان يتعلم. انا دوري ان اتدخل بحكمه. ايش يعني بحكمه؟ جو الان سالوني فانا احد مصادر المعرفه، انا مصدر معرفه، سالوني ساجاوب، ما جاوبوا بشيء خطا، ما اوقعهم انا بالخطا. اذا ما سالوني خلاص خلوني يتصرفون. متى اتدخل؟ اذا كان الخطا سيؤدي اصابه احد الطلاب. يعني واحد من الطلاب سيصاب، مثلا في المعمل وعندنا الان مثلا يستخدمون احد المواد الكيماويه، وعارف ان هذه الماده حارقه او خطيره، لا انا لازم اتدخل، ما هوش والله خلوا يخطئون يتعلمون. اذا هذه واحده. اثنين، اذا كان الخطا سيصبح قيمي، كيف قيمي؟ كلمه نابيه كاستنقال، لا ما وقف، لازم اتدخل بسرعه اوقف هذا الموضوع. النقطه رقم ثلاثه، اذا كان تجاوزات على بعض، يزيد يتجاوزوا على بعض، يحصل عندنا اثناء التعلم نشط، يحصل نوع من المزاح، نوع من المداعبه بين المجموعات، ما في مشكله المداعبات هذه تعطي نوع من البهجه، لكن يجب ان لا نصل لاي مرحله خروج عن العرف والعادات والنصوص. اذا انا ساتدخل بحكمه بحكمه. طيب على هذا الاساس في شيء برضه مهم جدا انا بحب ساقوله، تكون ادوات لا تسوي تعلم نشط. ما معكش اقلام، ما معكش اوراق، ما فيش عندك ادوات، لا تسوي التعلم النشط تضيع وقت الطلاب، يعني اهم شيء عندك طاولات مستديرة وهم جالسين عليها؟ لا، لازم في عندك ادوات، اذا انت مش جايب اصلا جايب وسيله تعلم، اذا لم تبتكر وسيله تعلم، اذا هم ما ابتكروا وسيله تعلم، فلا تسوي النشاط، لا تسوي، لا تسوي. لابد ان يكون عندنا عمل فعلا الطلاب ماذا يفعلون؟ يكونوا بممارسته، مش انه نقول تعالوا اجلسوا وتناقشوا، لازم في عمل. هذا العمل الطلاب هم سيتناقشون، هم سيتحاورون، هم سيتحدثون. طيب هل ممكن اخلي الطلاب يمثلون ادوار؟ نعم، ممكن تخلي الطلاب يمثلون ادوار. ابدع طريقه خلي الطالب يشتغل بيته. جيد؟ طيب على هذا الاساس يلا خلينا نشكل مجموعات. كيف نشكل مجموعات؟ تفضل. بعد الاداء حضرتك عملت سهم ثاني للتكوين. نعم. في مجموعه جديده. في يوم ثاني. في يوم ثاني. في المره الثانيه اتدخل انا ولا نفس الحكايه؟ نفس الحكايه، تتكون في التكوين يتعرفوا على العضو الجديد، يبدأون مرحلة جديدة وهكذا. بس 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 عندنا الان بالصف، ايش اخطاء؟ يعني بعض الزملاء يعني جبت لك وسيله معايا يا شباب يا اخوتي الكرام، في عندنا خطا كان زمان يحصل، ايش هو؟ احنا كنا نغزل، احنا كنا نخلي اللي يتعلم اكثر واحد اللي هو الخطاط، خطاط هو اكثر واحد يتعلم. المدرس يكلم الطلاب يقول سوي وسيله عشان يعطيك خمس درجات. الطالب راح عند الخطاط، خطاط سوي وسيله وجابها. افضل وسيله يسويها الطالب اللي يكتبها بيده داخل الصف ويعلمها معنا هي على الجدار. فيعلم على الجدار الطالب هذا خليه يتعلم. مره من المرات رحت اقدم دوره عن الجوده الشامله. المدربين عندي ما اعرفهم. فانا تعرفت عليهم تفضلوا عرفوني بعبان، بدي اعرفني بعبان، بدي اعرفني بعبان، اكتشفت اول تمرين تفضلوا اكتبوا علقوا الاوراق، اكتشفت ان الطلاب عندي ما يعرفون اصلا يكتبون، ما فيش املاء، فبالتالي ابدا اتعرف على مستوى القدرات الحقيقيه عندي، فانا ابغى الطالب عندي يكتب. طبعا عشان يكتب ايش احتاج؟ انا مثلا جايب معي شنطه اسافرها كل مكان، لاحظ ايش فيها؟ فيها اقلام، عندي اقلام كبيره، عندي لواصق، عندي اوراق. طب انت الان في المدرسه تقول انا معقول اشتري هذه كلها؟ يا اخي مش تشتريها، طيب هي متوفره داخل الصف عندك موجوده اصلا، انت تحتاج الان مثلا عندك تحتاج اوراق اي 4، هاي طبلة اوراق اي 4 تكون موجودة عندي بس، احتاج معي الوان تكون موجودة عندي في الصف دائما تكون موجودة، وخلاص انا ابدا اتكلم مثلا عندي غزوة بدر، فلنقل عندي غزوة بدر صح؟ طيب ايش بسوي؟ بعد الورقة فيها اسباب الغزوة، اكتب عليها كذا، اكتب زي ما انتم شايفين ملصق انا، اكتب اسباب الغزوة، خلاص؟ اكتب عندي ورقة ثانية اكتب عليها نتائج الغزوة،
ورقه اخرى سيكتب عليها يعني فلنقل عدد القتلى، واطلب من الطلاب بعد ما اشرح الدرس سريع بالعشر دقائق سأقول للطلاب يلا من خلال كتاب انتم عصفوا ذهنيا وعلقوا لي على من؟ على الجدار. هم الطلاب انت تطلعوا لك الادوات، اذا ما فيش عندهم اوراق اكتبوا. اذا ما فيش ادوات هذه اشكاليه تضيع وقت صح؟ بالتالي انا كل مره ساعطي باسلوب جديد. مره الان لاحظت قبل شوي اني خليت احد المدرسين يتقدم ويشرح، انا ماذا فعلت وقت لما بدا يشرح؟ صرت انا دوري اني اساعد في بعض الاشياء فقط. يعني احيانا اروح اجلس على الكرسي واحيانا لا، احيانا اوقف عشان اساعده في عمليه المداخلات. فانا دوري اتدخل بحكمه اثناء التعلم النشط، لكن لازم يكون معي ادوات. بس معلم داخل الصف ما عنده اصلا ادوات ولا عنده تخطيط ذهني، هذه مشكله كبيره. لو استخدم تعلم النشط معناها انت تستحق الفوضى. تفضل. في مشكله عندنا في الحاسب، مدرس حاسب قال 80% من المنهج عملي. الجهاز، تطبيق برمجه ونظم معلومات ونظام الكلام ده. يعني انسى الطريقه للتطبيق ده ازاي بقى؟ يكتبوا كل واحد لحاله؟ كل واحد على الجهاز؟ والتعامل هيبقى فين؟ انحرف التعامل تاني. ممكن واحد يساعد زميله يا جماعه ما يساعد زميله الله يكتب. انا واحد يعرف يعلم زميله ليش يعرف يعلم زميله؟ خليه يكتب خليه يكتب مش ماسك سيف. انا اخذت دوره من معهد برا اسمه كوميتش سكيب، تيجي تكتب كذا كوميتش سكيب كوميتش سكيب كوميتش سكيب كوميتش سكيب بعد شوي تصير تكتب صح؟ المدرسة عندنا هنا الطلاب ما جالس يتعلموا اصلا. احنا جايبين اجهزه، الاجهزه عهده حاطين عليها طلاب عشان نضحك على الطلاب ونقول لدينا تعلم تعلم، لا تشكوا الاجهزه. افضل طريقه في الحاسب ان ماذا يفعل؟ استخدم اليدين، استخدم الجهاز، خليه يشتغل عليه، لازم يشتغل عليه. اخوتي الكرام التعلم التعاوني او ما يسمى التعلم النشط ليس معناه لو جاي واحد من الوزاره قال لي انت بس نمبر تعلم النشط ومجموعات اي واحد يجي يقول لكم ذا الكلام هذا رقم تليفوني ويقول له تفضل اتصل بهذا الرجل هذا الاحمر قال لنا هذا كلام تقول له كذا هذا قال هذا كلام وحطوا ذا الموضوع في وشي قول يا والله انا معك انا مدرس كنت ادرب الناس وسويت تعلم نشط جاي واحد قال لي هذا الكلام جاي واحد قال لي التعلم النشط يستخدم حسب الحاجه طب حصلت معانا نفس الحاله زين طلب من الطالب يستنتج الاهداف والطالب مش عارف هو خليه يقول اي شيء عندكم كالتالي اخوتي الكرام الموضوع زي الملح والسكر عارفين ملح السكر حسب الطبخه حسب المقادير اللي بتحطها كويس اما فكره انه كل دوره اعطيهم سكر اعطيهم سكر اعطيهم سكر هذا مش جيد اعطيهم ملح اعطيهم ملح اعطيهم ملح ما هو صحيح يا جماعه انت عندك ظروف انت لسه منك معلم عشان انت تقدر تقدر الطلاب ايش حاجتهم ايش تحتاج الطلاب انا بالنسبه لي كمشرف لما اجي ازورك ماذا اريد؟ اريد ان تبرر لي لماذا استخدمت التعلم النشط؟ او تبرر لي لماذا لم تستخدم التعلم النشط؟ هذا اللي يهمني. اما انت استخدمته او ما استخدمته هذا موضوعك انت، هي وسيله من وسائل. مقنع وخلاص تبقى مقنع للراجل وخلاص. انا اللي اقتنع بيه وخلاص اللي انت اه اقتنع ان هو غلط؟ لا ايه؟ اقتنع ان هو غلط مين اللي اقتنع؟ انت مش مقنع ليه مش هو اللي هو اقتنع بيه انت كده انت عايز هو يقتنع انت عايز ان هو يقتنع بيك انت لا انا هو المفروض ان هو مش وانت معلم طالب طالب يقول له معلم معلم هو مش عارف يقتنع باللي انت عامله اصلا هو انا تعينت عام 1416 1416 تعينت مدرسه نائيه 1416 تعينت مدرسه بسيطه جدا جيت انتقلت لها من جول هذه مدرسة أصلا اسمها مدرسة قصادة في الطنح في منطقة الصبية في محافظة الصبية. هي الصدفة فيها أني أنا نقلوني اتجاه بيتي، يعني قالوا خلاص بنحطك اتجاه بيتك. فأنا فرحت أنا ساكن في جازة وأروح أداوم في صبية 32 كيلومتر تعتبر بعيدة جدا مش زي الرياض كذا، يعني تعتبر كان وقتها كاني أسافر سفر. فقالوا خلاص بنحطك اتجاه بيتك أنا فرحت جدا. طلعوا أنه حطوني في مدرسة أصلا لا لها حوش ولا فيها كهرباء ومدرسة قرية جدا نائية وناس جدا فقراء جدا بسط. رحت عندهم جيت المدرسه ايش هي؟ ابتدائي متوسط وثانوي، خليني احكي لكم عن المدرسه عشان تعرفوا البيئه اللي انا شغال فيها. جيت مدرسه جديد، اول يوم انا رايح اداوم في المدرسه، قلت العصر خليني اروح اكتشف المدرسه العصر. انا ما اعرف ابدا في حياتي انا اروح اجي على الطريق ذا، اعرف ان القرى والمدن كلها موجوده عندي اليسار، يعني رايح الصبيه، رايح الجيزان، كل القرى استاذ في اليسار، بس من جهه اليمين ما اعرف ابدا ان في قريه موجوده جهه اليمين، اعرف انه في تراب بعدين بحر. ما في مكان، فقالوا لي انت بالقصادة تمشي بالطريق ده وتجي تنزل على اليسار وتخش على يمين، ما في شيء يا جماعه، قالوا الا اللي بتحصل قريه هناك موجوده، متاكدين؟ قالوا متاكدين، سالت الوالد قال لي والله يقولوا ان في قريه هناك. قلت خلي العصر اروح اكتشف. فاخذت سياره معي، طبعا المكان هذا كله تراب، تراب يعني تغريزات،
خدت سيارة معايا يعني لاند كروزر ورحت. جيت بالسيارة أول شيء أمشي نزلت على الزفت مشيت. اليوم صرت أضحك ما في شيء. في أي حد. رجعت مرة ثانية. المكان اللي وصفوني اليوم صرت الشارع ما في شيء. لا مقابل مدرسة ولا مقابل قرية ولا حاجة. بعدين لاحظت في أولاد يلعبون كورة. العصر أولاد يلعبون كورة. قلت خليني أروح لهم. فأخذت نفسي ورحت فين؟ طبعا على فكرة هم يشوفوني من بعيد غبار السيارة من بعيد معروف اللي يتحركوا كله غبار. فجيت حتى أخذهم قلت لهم يا جماعة أنا في مدرسة هنا جديدة عندكم هنا. قال لي مدرسة إيه؟ قلت له صادق. قال لي إيه أنت مررت منها. قلت فين مررت منها؟ قال أرجع أرجع إذا جيت حصلت غرف بتنافع هذه المدرسة. كيف؟ والطريق فين مر؟ قال الطريق مر من نصها. جيت فعلا مشيت كذا. الطريق هذا الطريق الترابي مر من نص المدرسة. فجيت مريت كذا وقفت عند المدرسة أشوف إيش مكتوب. أول ألف ثاني باء كم هي؟ 13 صف. هذه مدرسة ابتدائي متوسط ثانوي. فالناس باقي ثلاثة فصول فين راحوا؟ فين وجدوا؟ وعندنا غرفة اسمها غرفة من المدير وغرفة اسمها غرفة الوكيل وغرفة اسمها مكتبة ومصادر وغرفة معلمين كلها واحدة. خلاص؟ قلت يا ذي الفرحة يعني يا حلاوة الطابور في الخلاء الرياضة في الخلاء كله احنا برا. طيب فين القرية؟ القرية أصلا هي عبارة عن هجرة. يعني إيش يحصل؟ الناس دلوا رعاة ويرجعوا ويجوا هنا عندهم يعني حسب الناشئ ويدرسوا أولادهم في المدرسة. ثاني يوم الصباح حتى داوم جيت مدرسة اكتشفت الشيء التالي عدد الطلاب في المدرسة حدود يمكن 160 طالب. الطلاب بسطاء جدا كل يعني المراحل كل المراحل 160 طلاب بسطاء جدا ما عندهم طلاب إمكانية إنهم يشتروا فطور. فالمدرسين آخر مدرس انتقل المدرسة انتقل قبل المدرسة قبل 10 سنوات. فالمدرسين نفسهم من 10 سنوات ثابتين صاروا مسوين جماعة تقول كأنهم ناس أصحاب حلوين. أنا الوحيد المشكلة. أول شيء المدرسين عندهم حاجة اسمها ما دور جمعية. فلان عنده اليوم لأنه هو يقوم بعملية من تشغيل الموضوع عنده موضوع هندل عارف موضوع اللي زي كذا. هذا اليوم دوره يشغل الموضوع يروح يجي يلبس ثوب نوم ويروح يشغل الموضوع. إذا شغل الموضوع شو يحصل؟ زيت كله يصير زيت يقول خلاص روح خلاص تعال بس يجي يشغل الموضوع يمشي. المدرسين الساعة 9 يتغدوا المدرسين كبسة مطبخ رز ودجاج وكذا عشان يفطروا. ايوه عشان الطلاب يفطروا ما في مكسب. فعشان الطلاب يفطروا نطبخ طبخات ونمد الموائد والطلاب ياكلوا معانا مبسوطين. المشرفين التربويين ما يجوا هذه المدرسه مطلقا. ليش؟ المدرس يجي المدرسه دي اول شيء ما فيها نائب عشان يجي يزورها وبعدين تراب. فالمدرس اول ما يجي ايش اللي يحصل معنا؟ المشرف اول ما ينزل من السفلت احنا نشوف فوق تربه نشوف احنا في المدرسه نشوف المشرف. ايش يقولوا المدرسين السابقين؟ يقول اول ما تشوفه نزل الصباح من على السفلت اتركه خلي حتى يغرز وبعد ما يغرز ياخذ له ساعه يحفر ويحفر ويحفر وبعدين احنا نروح نسحبه ونجيبه يجي عندنا كتبنا ممتاز. يجي خلاص من دي يكتب ممتاز. ايش رايك في الاستراتيجيه؟ استراتيجيه حلوه. طيب انا وجدت الشيء كان فيها تعليم اصلا. ها؟ كان فيها تعليم. ايه انا والله فيها تعليم جدا رائع. جيت انا الان مدرسه اجتماعيه ايش سويت؟ قررت اشياء ثانيه. اول شيء رقم واحد اني افتح ليليه. ورحت طالبت اداره التعليم يفتح ليليه عشان الاهل لازم يتعلمون. ورحت طالب ليليه ومسكت انا رائد نشاط. انا بمسك رائد ما فيش انا بمسك رائد نشاط. ايش سويت؟ اول حاجه سويتها اني حولت الحصص حق التاريخ. انا كنت ادرس اجتماعيات حولت حصص التاريخ الى مسرح. مسرح وبنينا اول شيء سويته بنيت انا والطلاب بنينا مسرح عشان نمثل الادوار. وبعدين صرت امثل اخذ مثلا معركه بدر تلقاني احط معركه نظري جزء نظري وجزء انا من عملي وما اشرح الطلاب بس رابع ابتدائي لا رابع واول متوسط واول ثانوي سوا اجيبهم بسوا اشرح لهم سوا السبب عشان اسوي منهم جيش. اول حصه انتهت ثاني حصه انتهت جينا في حصه غزوه بدر في التطبيق غزوه احد في التطبيق زارنا المشرف. المشرف جانا من الصباح وجاء ودخل عند المعلم القديم وسال ايه سال عامري فين؟ عامري في الملعب جاي يقول في الملعب. انا الان ايش نسوي؟ انا مع الطلاب يتسوينا تبه عشان ايش نسوي؟ جبل الرماة وانا متكتم الان ومعي سيف ومعي خالد وليد بيلتف الان واحنا الان في حاله مبارزه بس هو رمي وانا خايف على الطلب يجي في عينه روح ولا شيء فبالتالي احنا الان في حاله مبارزه انا معي سيف اضرب هو سال فين المعلم؟ قالوا له في المبارزه. جاء عندي مرة الجو حار موت في الصحراء
ومعاه تراب طلاب غبار شديد، انا فهمي كله صار غبار. والان داخل معرفه معايا طلاب من الوسطى وطلاب من الثانويه مبسوطين جدا الطلاب، يعني عايشين جو. واحنا نفهم بقى ايه الحال اضرب ولا تبقى ينزل جنب الرباط، ما ينزل جنب الرباط، والرباط ممكن فوق يرمون الغنايم الغنايم. المشرف جاء وقف يتفرج كذا بعدين جاء حتى عندي، قال لي فين يا استاذ؟ مثل كذا دور انك انت ابو علي، انك انت محمد علي، مثل كذا غنايم غنايم غنايم. يعني تعال وقف 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 هذا الشغل، انت تضيع وقت الطلاب. قلت له استاذ انا جالس اطبق الان استراتيجيه حديثه في التعليم. قال لي استراتيجيه حديثه في التعليم. قلت له طيب اذا انت الان ما تطبق معي استراتيجيه حديثه ارجو ان توسع، لان في سهم ممكن يجي في عينك. بعد عني قام قال لي قلت له شوف تراني نصي عادل نصي مجنون. والله الا تكمل الحصه. الطلاب ما عندهم تلفزيون في البيت، هذا بالنسبه له هو التلفزيون. قلت له ما يمكن، كملت الحصه، كملت الين خلصنا التفاف خالد مواليد نزول الاسهم، خلصنا كل شيء. قال لي جاء نادني قال لي هذا ظهير تسمعني، ارجع لك الطلاب الان داخل الحصه. كويس؟ وابدا اسال الطلاب ناقشهم. اول ما دخلنا بدا يناقش الطلاب، تفاجئ بشيء عجيب، ايش هو؟ عارفين معلومات كلها، عارفين معلومات، الطلاب متغمصين الشخصيات. يعني واحد من الطلاب لما يقول من الجيوش التي ارسلها ابو بكر؟ هذا ما كنت درسوه، طلب جاوبوه. في هجره الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاوبوه. سالهم سؤال غريب، من هو الشخص الذي كان يعني القائد حق هجره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دليل الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجره، جاوبوه الطلاب، رغم انه مش موجود في الكتاب اصلا. هو تفاجئ بهذا الامر. ايش المفاجاه؟ بعد ما خلص زياره راح وفد المدرس وفد مدير المدرسه وناداني، رحت عنده ايش قال لي؟ قال لي اول شيء انت لم تستخدم الواجبات، تختار واجبات حق الله عز وجل. الواجبات؟ حبيبي احنا في الخلاء. احنا في الصحراء. اي واجب؟ الواجب معناه انه دفتر، والدفتر معناه حصة ب 40، هذا الطالب ما يشتري دفتر اصلا. يعني الرحمة على الطلاب ما عنده دفتر. قال لي انت لم توزع السبورة بشكل صحيح. اي سبورة؟ اي سبورة؟ ما في سبورة. ما فيش حاجة. انت لم تجلس. قال لي طيب انا بدخل عندك عند الثانوي. قلت له طيب جينا عند الثانوي صف اول ثانوي. اول ثانوي جينا دخلنا عند الحصه قال لي في تمثيل ولا انتم ما فيش تمثيل؟ هذه ما فيش تمثيل. دخلنا تفضل سالم. دخلنا عند اول ثانوي اشرح للطلاب. خلي الكرسي قاعد فاتح فوق. اي هو طبعا جالس ورا قلت للطلاب ها ما الذي فعلته؟ قالوا الطلاب حللناها. طبعا هو من ورا استمتع معاهم. طلع الطلاب الواجب، طبعا مسوي كذا. قالوا مش الواجب، قالوا مش الواجب. ايش الواجب نعطي الطلاب انا؟ نعطيهم كلمات متقاطعه. انا مسوي لهم كلمات متقاطعه.